أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعظمة الأمة المصرية التي تتجلى في كثير من المشاهد. وخلال تغريدة على موقع تويتر قال السيسي إن مشاهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع أو في المصانع والمزارع والمشروعات القومية أو حراساً على الحدود تشاره بطاقات الأمل تسري في شرايين الوطن، ويزداد اليقين بعظمة الأمة المصرية التي تسعى لبناء المجد للأبناء كما بناه من قبل الأجداد وصولاً للمستقبل الذي نحلم به.